شيلنا عشان نعرف البلد بتاعنا، ما شيلنا عشان نفتي بنات نفتي بأفكار، عشان نسردوا عال بتاعنا زي كلاب وسادي المادي، عال بتاعه يكون قاعدين وفي رجال شان سلاح في بلد يجيروا زي بنات. كان يجيب العجوز ده كان ما يزال بيو وكان وهر راجل ما يدوب قلب بتاعه زي ده يا سجمانين فردوكم ما نساوين بتاعكم ما حال بتاعكم. قال في حاجة اسمها عوة تعاون بتاع شنو لأن رجال الكوريوم بلا مش كان جاب هونات ما جمع دبابات وما فردو بقى الناس بقى يدور كده شو العالم مشان ندور دا ما يجينا فيان عندو جلمة عندو جلمة اللي يقولوا على حق العقاب ده سلاح ياو بيجيو مو لسان ياو بيجيو هي هدف لسان ده ما بيجيو هدف بلد بلدك القابة قابة بتاع والبارد دبارك انت قابل شنو دكتور جاني يجيب لك شنو تاني ما انت زول بتاع قريلة ما ممكن السلاح بتاعك مع السلاح بتاع العدو يكون سوا ما نزل ده حكومة وما نجمش اي بلد في الشعب اي حاجة لكن بتاعنا ده حكومة ده حكومة داري نظم على اصل انت كنت دارين ده لينا بيجيبه أنا نجيبه نجيب كلاي أشرايات